الحقيقة يعني زي ما بقول لحضراتكم أثار خروجنا وخروج منتخب مصر من دور الـ16 كان ليه أثر كبير جدا جدا وغضب كبير جدا جدا على مستوى الجماهير المصرية، أكيد المحبة أكيد لمنتخبها والبلدها، واللي من خلاله من خلال هذا الغضب الكبير النهاردة أو خلاص تمت إقالة فيتوريا وتعيين الكابتن محمد يوسف مدرب عام أو مدرب مؤقت لغاية التعاقد مع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. طبعا إقالة فيتوريا بالجهاز الفني بالكامل، تم إقالة فيتوريا يعني بالجهاز الفني بالكامل وتوجيه الشكر ليه، وتم تعيين زي ما قلت لحضراتكم نجم النادي الأهلي السابق الكابتن محمد يوسف مدرب عام ومؤقتا لمنتخب مصر لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. الحقيقة زي ما قلت لكم الجهاز بالكامل تمت إقالته باستثناء طبعا الدكتور الكبير الدكتور محمد ابو العلا طبيب الفريق، لانه راجل الحقيقه كفاءه عاليه جدا جدا ويستحق هذه المكانه الحقيقه، لان كان في برضه بعض الكلام على يعني على امكانيات هذا الرجل، ولكن الحقيقه انا على المستوى الشخصي عارفه وعلى المستوى المهني الراجل يستحق كل الاشاده وعامل دور كبير جدا جدا في منتخب مصر خلال السنوات اللي قضاها، وعنده كفاءه عاليه جدا جدا ليكون طبيب منتخب مصر. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الساعات الاخيره كان في جدل كبير جدا وغضب كبير جدا، واتحاد الكوره خلاص روي فيتوريا تم يعني اقالته بشكل رسمي. والحقيقه كنت بقول هنا يمكن الاسبوع اللي فات تمام تمت اقاله، طبعا غضب جماهيري، تم اقاله روي فيتوريا، والحقيقه الراجل ما كانش موفق خالص في بطوله افريقيا، والحقيقه كمان علامات استفهام كتيرة جدا على المستوى الفني والمستوى الإداري في منتخب مصر. لكن تاني السؤال اللي بيطرح نفسه، السؤال المهم جدا جدا جدا، إمتى هنبدأ المرحلة المقبلة للتخطيط للكرة المصرية بشكل أفضل؟ إمتى هنبني الأساس الحقيقي إن إحنا ممكن نضع عليه أساسات الكرة المصرية للوصول، مش هقول للوصول لإن إحنا ناخد بطولة أفريقيا، إحنا خدنا البطولة 7 مرات، لكن للتواجد على المستوى العالمي. حقيقة يعني أنا خايف وقلقان من قصة الإجراءات اللي بتتم في اتحاد الكرة في الوقت الحالي، وإن خلاص اتحاد الكرة ببعض القرارات اللي بيطلعها إن العملية تهدى تاني والأمور تهدى تاني والسوشيال ميديا تهدى تاني، ونبدأ نخش في نفس الموال ونفس القارة اللي بتتكرر مع كل إخفاق، إن إحنا بننسى إن إحنا نخطو خطوات علمية وأساسية ومهمة جدا في بناء الكرة المصرية. الحقيقة في كل مرة بيحصل فيها إخفاق الدنيا بتقوم ما بتقعدش، وده يمشي وده يقعد وده يجي، واتحاد الكرة يمشي واتحاد الكرة يجي، الحقيقة كل ده بيثار، ولكن سريعا ما تزول الغضب وسريعا ما يزول هذا الإصرار على التغيير، وبنرجع تاني لموال هو المدير الفني مين اللي جاي، هي أجنبي مصري أجنبي مصري، وندور في القصة ديت. الحقيقة لازم بقى الحقيقة نقف عند يعني نقف وقفة قوية جدا، ولازم يكون في شكل علمي سليم للتخطيط للكره المصريه، ومش يعني كلنا شايفين يا جماعه، يعني كلنا شايفين الراس الاخضر، وكلنا شايفين الاربعه اللي وصلوا للدور قبل النهائي منهم كونغو الديمقراطيه، من امتى كانت كونغو الديمقراطيه وباداء وتستحق الوصول لنصف النهائي؟ لازم الناس دي اشتغلت على ملف واشتغلت على تخطيط بشكل معين، وكل بلد بتخطط على حسب احتياجاتها على حسب قيمتها، فما بالك بقيمة منتخب مصر، ما يعني ما بالك بكمية البطولات الكثيرة جدا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات لمنتخب كبير باسم منتخب مصر. فالأمور الحقيقة لازم تحسم بشكل كبير سريعا. كابتن علاء نبيل طبعا تم تعيينه كمدير فني للاتحاد، تجربة أنا أعتقد إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، لأن الكابتن علاء نبيل على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني مر بتجارب كثيرة جدا جدا، وكان متواجد مع الأسطورة الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري في الأردن، وقد إيه هم حطوا حجر الأساس لمنتخب الأردن مش الأول، للمنتخبات سواء الأردن الناشئين شباب، الملف الكرة الأردنية الحقيقة اللي احنا شفنا نتائج وصول منتخب الأردن لنصف نهائي كأس آسيا في إنجاز كبير جدا بيحصدوا بيه الحقيقة برضو برنامج وتخطيط سليم وعلمي من خلال تجربة طبعا الكابتن محمود الجوهري والكابتن علاء
نبيل اللي قدام حضراتكم كان متواجد في هذه التجربه، عنده الامكانيات الشخصيه وعنده الامكانيات سواء على المستوى الاداري والفني ان شاء الله تجربته تكون تجربه ناجحه، ولكن بشروط لان الشخصيه المتواجده في هذا المركز محتاجه صلاحيات كتيره جدا. ارجو من اتحاد الكوره انه يدي كل الصلاحيات للمدير الفني للاتحاد انه يقوم بشغله على اكمل وجه، صلاحيات تكون مطلقه لان الراجل ده هو اللي هيتحاسب، وجايبين شخصيه محترمه اعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ربنا وفقه في مهمته وينجز فيها بشكل جيد. ده جزء من الكل، يعني ده جزء من الكل، المدير الفني للمنتخب الاول جزء من الكل، مدير فني لاتحاد الكوره ده شيء اساسي، وفي اي اتحاد بيقوم بهذه العمليه ويكون عنده مدير فني للاتحاد.